وهل يبدو القرار متأخرا أم أنه لا يزال يعد مستعجلا، خاصة مع عزمة السيولة الحالية وتدهور القوة الشرائية للدينار؟ وما هي أبرز الخطوات المالية والقانونية التي يجب أن تترافق مع هذا القرار؟ ومن زاوية أخرى، هل أمام المركزي خطوات أخرى تسبق قرار السحب من التداول؟ وكيف يستطيع المركزي ترميم الثقة في الدينار الليبي والسيطرة على الحركة النقدية في الدوائر المصرفية وخارجها؟ قبل أن نبدأ النقاش، مشاهدين نشاهد وإياكم هذا التقرير ومن ثم لن نعود. قرار مصرف ليبيا المركزي بسحب فئة 50 دينارا بكافة إصداراتها من التداول بالسوق جاء مفاجئا للشارع الليبي في هذا التوقيت، على الرغم من الحديث عن وجود شبهة تزوير بأحد إصدارات هذه الفئة وإقرار المصرف المركزي بذلك في بيانات سابقة. والله الحقيقة يعتبر قرار مفاجئ، يعني وقرار كيف ما قلنا هيك، أعتقد أنه يعني يعطي أثر سلبي في 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 الاقتصاد الليبي. وللأسف يعني اليوم إذا كان التفكير بهذه الطريقة، مع احترامي يعني للأخوة اللي يمثلوا مصرف ليبيا المركزي، أنهم يدوروا في حلول غير عملية، فيفترض فيهم على الأقل الحل، أنك أنت كيف تحل هالمشكلة وهالمعضلة اللي هي أزمة السيولة في بلادنا وما أثرت عليه من حياة المواطن. اليوم أنت تمشي للمصرف وفلوسك في المصرف وما تحصلش تسحب فلوسك، يعني وفي النهاية أنت اليوم هي هذه الفئة اللي متداولة في السوق. قرار المركزي يراه البعض بأنه متأخر وأنه جاء في وقت يعيش فيه المواطن أزمات اقتصادية خانقة مثل نقص السيولة النقدية وارتفاع سعر الدولار، فهل سيوفر المركزي البديل النقدي للمواطن في حال إيداع الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا؟ أم أن القيمة ستظل رقما في حسابه فقط؟ القرار الصحيح كان قبل لا يفترض فيه أن المصرف المركزي ما يبتش خبر وجود عملة مزورة أساسا، يفترض فيه كان من البداية عندما شك في وجود عملة مزورة في ورقة 50 كان يصدر قرار بسحب هذه الإصدارات من ورقة 50 بحيث أنها ترجع للنظام المصرفي، لدائرة النظام المصرفي بشكل سريع جدا، وما يديرش الهلع اللي حصل عندنا في الاقتصاد وعند المواطنين بوجود عملة مزورة. لأن عندما تصرح المؤسسة النقدية بوجود عملة مزورة أنت تطعن هنا أو تخفض أو يعني من ثقة المواطن في العملة متاعه. يترقب المواطن نتائج هذا القرار وكله أمل بأن تكون النتائج إيجابية على الاقتصاد الليبي، فلم يعد المواطن يحتمل المزيد من الأزمات. محمد النبوت، ليبيا الأحرار، طرابلس. إذن لمناقشة هذا الموضوع بطبيعة الحال هو يمس الظروف المعيشية للمواطن كما تابعنا قبل قليل في هذا التقرير بشكل مباشر بمعية ضيوفي عبر الأقمار الصناعية من بنغازي، معنا الخبير الاقتصادي السيد إدريس الشريف، ومن طرابلس عبر الأقمار الصناعية معنا المستشار والخبير الاقتصادي السيد عبد الكريم الجديدي، ومن مصراتة أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة السيد عبد الحميد الفضيل. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. لعلي أبدأ معك سيد إدريس من بنغازي حول هذا القرار وهذه الخطوة التي اتخذت وسيقدم عليها المركزي. كما تابعنا هناك مخاوف من قبل المواطن، إلا أنه في ذات الوقت هناك ترحيب من قبل وخبراء، ودعنا نقول حتى حالة من الارتياح لسحب ورقة 50 من طيف لا بأس به من الاقتصاديين والخبراء. لا أدري إذا كنت تشارك هؤلاء الخبراء الارتياح والنظر الإيجابية أم لديك تصور آخر لما أقدم أو سيقدم عليه المركزي في قادم الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بك وبضيوفك الكرام ومشاهديك. طبعا هذا القرار هو كان متوقع أن يصدر، هناك تردد في الصوت، يا ريت تخفيضه بس. نعم، سيحاول الزملاء معالجة الخلل سريعا. نعم تفضل. فهو كان متوقع أن يصدر، لأن المصرف المركزي عندما وجه كتاب إلى البرلمان وطلب فيه إقرار فرض سعر صرف على العملة، ذكر في ذلك الكتاب أن هناك
مشكلة في فئة 50 دينار، وأن هناك بعض الفئات مزورة منها، وأنه سوف يسعى إلى سحبها من التداول. طبعا هذا الأمر كما يعلم جميع الاقتصاديين يعني بهذه الصورة كان خطأ كبير من السلطة النقدية، أنها طبعا كما نعلم يعني حسب النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي، فئة 50 اللي موجودة في التداول 6 مليار و400 مليون، يعني هذه اللي فقط ربما في غرب ليبيا. فعندما أنت يعني تعلن يعني وتشكك بهذا الشكل في تحدث طبعا حالة ذعر وحالة رعب في السوق وعدم ثقة في بشكل عام، يعني أنت تطعن في 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 العملة اللي أنت مخول بأنك أنت تحميها وتحافظ على استقرارها. وفي الإجراء القانوني السليم لو أن كان هذا الأمر صحيح، وهو لم يثبت حتى الآن عملية التزوير، كان أن هناك إجراءات قانونية حددها القانون تتخذ بالتدريج ويتم معالجة هذا الأمر بطريقة قانونية. ولكن بهذه الصورة أنت زي ما يعني شبهناها أن ولم أخذ زي من يشوه سمعة بنته، يعني والله ابنه، يعني لا يمكن. طبعا حدثت ما حدث وعارف المشكلة اللي حدثت. الآن بدأ المصرف المركزي في أو أنا ما زلت ما لأن القرار ما زال ما صدر بشكل رسمي، يعني ما زلت ما شفته، أن بصدد الإعلان عن سحب هذه الفئة من التداول في اللي هي الإصدار الأول والثاني قبل 29/8. أولا من الناحية القانونية هذا القرار يفتقر إلى الشرعية، لأن سحب أي فئة من التداول من العملة هو اختصاص أصيل لمجلس الإدارة، مجلس إدارة المصرف المركزي حسب نص المادة 34 من قانون المصارف. فالمحافظ ونائبه اللذين يقال إنهما وقعا القرار لا يملكان هذا الاختصاص، وحتى قرار رئاسة مجلس النواب بتكليف بمهام مجلس الإدارة هو قرار يخالف قانون المصارف. يعني لكن هذا النسخة الأمر التي يعني سربت وتحصلت عليه الأعراب نسخة منها سيد إدريس، وفق هذه النسخة يتواجد اسم المحافظ الصديق الكبير ونائبه، وبالتالي أنت ترى حتى هذه اللحظة غير كافية أن يجتمع الرجلان في ذات الورقة ويوقعوا، هذا من جانب. ومن جانب آخر لو سمحت لي، من حيث فهم سياق الخطوة، هل تبدو لك بأنه هي تهدف لمحاصرة دعنا نقول الفئة المزورة من فئة 50، بغض النظر عما إذا كانت نسب التداول كم تبلغ وكم يمكن تقديرها على الأقل في السوق حتى هذه اللحظة؟ لا يملكان هذا الاختصاص، هو اختصاص مجلس الإدارة. وبعدين شوف أنت عندما تحاول أو تفكر في إصدار أي قرار عليك أن توازن ما بين المنافع والمضار، وإذا كانت الأضرار الاقتصادية لهذا القرار تفوق المنافع المتوقع تحقيقها منه فتجنب هذه، حتى في 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 حتى في الشرع، يعني انك انت قد بقاصد الشريعه انك انت يعني المفسده الاقل تقبل بها لكي تتجنب المفسده الكبرى. فهذا القرار يعني شوف انت اللي حصل، اولا انك انت تسحب 6.5 مليار يعني، والمبلغ اكبر يعني لانهم هم ما حسبوش فئه 50 ربما اللي طبعت في الفتره الماضيه في فتره الانقسام واللي طبعت بطريقة قانونية، يعني ربما المبلغ 8-9 مليار يجي تسحبه من السوق بالكامل وتصدر تعليمات للمصارف بأن تودع هذه المبالغ في حسابات الزبائن ولا تصرف مقابلها. يعني أنت عندما يتم سحب فئة من التداول يطبع المصرف المركزي فئة جديدة، والفئة اللي تدخل تخرج بدالها يعني الطبعة الجديدة، أو على الأقل تسحب هذه الفئة وتعوض الناس
اللي خذوا مرتباتهم وعندهم فلوس تعوضهم بفئة من من من, من الفئات الأخرى. سنأتي على الإجراءات المرافقة. إن مرتبات شهر رمضان. النقطة بس في شهر رمضان. للنقاش المرتبات دوافع هذه الخطوة. ومن ثم سنأتي إلى التأثيرات المحتملة في نظرك ربما. كل المرتبات التي دفعت في الإجراءات المصاحبة. التي كان تعتقد بأنه يجب على المركز اتخاذها. لكن بالمناسبة قبل أن أنتقل إلى السيد الجديدي فقط ملاحظة سريعة بأن الحديث عن الفئتين المقصود بها الفئة الأولى التي طبعت في المركز طرابلس والفئة الثانية التي طبعت أثناء الانقسام كما ذكرت وهي موقعة عن طريق المحافظ آنذاك الحبري. وبالتالي سيد الجديدي نحن نتحدث عن الإجراءات التي يعتقد أو يتخوف منها سيد إدريس ويرى بأنه يجب أن ترافق عملية صدور هذا 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 القرار. أنا أذهب بك لهذه النقطة تحديدا عن الخطوات التي كان ينبغي على المركز اتخاذها قبل أن يصدر هذا القرار بسحب فئة 50 على الأقل من الفئتين الأولى والثانية في ظل حالة الهلع والارتباك التي شهدنا حتى ولو عينا منها وتبعناها في هذا التقرير. وكيف عبر الناس عن تخوفهم من هذا القرار بأنه مستعجل كان مفاجئ بالنسبة لهم إلى غير ذلك من الآراء. بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي إليك وإلى مشاهديك وإلى ضيوفك الكرام. في الحقيقة هو مصرف ليبيا المركزي عندما اكتشف وجود فئة مزورة من فئة 50 دينار وهي تعتبر إصدار ثالث هب الهلع في المواطنين بسبب أنه هو نشر أن يوجد فئة مزورة. في المقابل المصارف التجارية بالكامل ممكن حسب رؤيتي المصارف في منطقة طرابلس أصبحت تدفع إلى المواطنين من فئة 50 دينار أكثر من الفئات الأخرى. وهذا الشيء سبب هلع حتى للمصارف. يعني إحنا خلينا نشوفوا علاش المصارف بدأت تدفع في فئة 50 بدل ما تعطي لزبائنها فئة 10 و5. هي أصلا أصابها الهلع من فئة 50 دينار. وهذا الشيء في الواقع هو عدم ثقة حتى القطاع المصرفي في البنك المركزي الليبي. يعني القطاع المصرفي أو المصارف التجارية بجملة هي سببت الهلع أكثر للمواطنين. حاليا المتداول من العملة عملة 50 أكثر من المتداول بعملة 10 دينار. خلال فترة رمضان جميع آلات السحب الذاتي جميع المصارف تدفع في فئة 50 دينار بدل 10 دينار وذلك للتخلص من هذه الفئة. هذه أول شيء. يعني أول حاجة أن المصرف المركزي بنشره أن وجود فئة مزورة يعني تحصل بامتياز على دب الهلع في نفوس المصارف التجارية والزبائن. الرقم 2 هو نشر مسودة قرار خلال فترة العطلة هذه اللي هي يوم الجمعة والسبت. وهذا أمر مستغرب ما أنا معرفش نقراه. هل هو جس نبض للشارع؟ هل هو جس نبض للاقتصاديين؟ أن أنت ترسل أو ما نعرفش كيف طلعت هي يعني المسودة للشارع خلال هذه اليومين وهذه أثبت هلع كبير. هلع من ناحية المواطنين أنهم حاولوا بشتى الطرق التخلص من فئة 50 دينار من اليوم وآمس. يعني بين اليوم وآمس أي محل تخش له معظم الزبائن يمدوا في فئة 50. رقم 2 من ناحية التجار في بعض من التجار استغلت هذه الفرصة في اللي بدأ يدصل في إعلانات وترند أن ناس سوق الفلاني أو المحل الفلاني نقبل في فئة 50 دينار. وفي بعض المحلات سكرت برنامج من الأول وقلت لك أنا ما نقبلش فئة 50 دينار. وهذا في المقابل مخالف للقانون كون أن مسودة القرار تنص على قبول هذه الفئة إلى يوم 29/8. من هنا إلى 29/8 المحلات والأسواق والسلع والخدمات تقدر تتعامل بفئة 50 دينار بكل أريحية. تمام. هذا الشيء الثاني. ففي بعض المحلات حاليا سببت هلع للمواطنين أنه ما يقبلش فئة 50 دينار. تمام. باي غدا يوم الأحد لو اصدر القرار فعليا المواطن عنده حلين. يعني إما أنه هو يمشي يودع فئة 50 دينار داخل المصرف وبالتالي حتضاف في مصافي حسابات الجارية بدون تعويض للقيمة كما ذكر زميلي بدون تعويض للقيمة كاش. وهذا السبب وهذه أزمة سيولة حالية. أو أنه هو حيتوجه للسوق الموازي وبيشري بفئة 50 دينار دولار بأغلى من سعره. يعني تو الفرق تقريبا 10 قروش إلى 15 قرش لما تشري دولار بفئة 20 أو تشري دولار بفئة 50. تمام. وهذا بيزيد من أزمة السيولة وتراكمها. فبالتالي المصرف المركزي سبب في 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 نشرة لهذه المعلومات قبل توقيع القرار
بغض النظر هل هو قرار شرعي، هل هو قرار صادر من جهة شرعية أو لا، لكن هو سبب هلع للمواطن، ويجب على المصرف المركزي اتخاذ خطوة أخرى اللي يبين لنا احنا عرفنا أن في فئة 50 مزورة، أنا كمواطن كيف نعرف أن هذه مزورة من غير مزورة؟ إذا كان آلة السحب نفسها أو آلة الدفع أو آلة العد أو آلة الفرز لا تستطيع أن هي تكتشف العملة المزورة، إذا بالتالي حتى المصارف التجارية ما تستطيعش أن هي تكتشف العملة المزورة. لو جبت لك 100,000 من ضمنهم 100,000 هادو 10,000، يعني أنت تعتقد بأنه كان يجب على تعتقد بأنه كان يجب على المركزي منذ البداية ألا يكتفي بأنه هناك عملة مزورة أو مزيفة كما يسميها مجهولة المصدر، كان عليه أن يقدم الدلائل والبراهين التي تبين حجم الفروقات بين هذه العملة والفئتين الأولى والثانية قبل أن يقدم على مثل هكذا خطوة. أنت تود قول ذلك؟ طبعا هو هذا الطبيعي، لأن أنت عندك عملة مزورة واكتشفتها، بقى إحنا كمواطنين لما نتداول بالعملة المزورة هذه كيف إحنا نبغى نعرف أن هذه مزورة من غير مزورة؟ احنا بدأنا احنا تعاملنا مع فئة 50 بالفئتين، الفئة الأولى الرسمية اللي صادرة من مصرف ليبيا المركزي واللي هي حاليا يجب تعويضها لأن هذه عملة رسمية وعملة صادرة بشكل شرعي. الفئة الثانية اللي هي الفئة 20 دينار اللي هي صادرة من البنك المركزي في البيضة، وحتى هي اللي قبلها القطاع المصرفي، خلينا نكونوا صريحين، قبلها القطاع المصرفي وبدت الناس تتداول فيها، إذا هي جزء من عرض النقود اللي موجودة في السوق. إذا أنت تبي تلغي الفئتين هذه بالإضافة إلى الفئة الثالثة المزورة اللي احنا ما نعرفوهاش، إذا أنت قضيت على ما يقارب من 16 مليار من فئة 50 دينار، هذه لازم تعويضها في السوق. وبالتالي سيد الفضيل قد نذهب بك إلى نقطة الدلالة على الأقل الزمنية لإقدام المركزي على مثل هكذا خطوة. لا أدري عن عن إن كنت تملك تفسير لماذا صمت المركزي عن تبيان الفئة الأخرى المزيفة وتوضيحها للناس حتى لا تحدث ما وصفها سيد جديدي الربكة وحالة الهلع لدى المواطن، أو يبدو أنه قد تكون الفئة المزيفة الثالثة هي مشمولة بهذا القرار ولن يكون هناك عليها فيتو ربما إن صح التعبير هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ نبيل وتحية لضيوفك وكل مشاهديك الكرام. طبعا هو ربما تكون يعني قراءة لما سيقوم به المصرف المركزي كون أن ما يتم مناقشته الآن هي مسودة لقرار للمصرف المركزي ربما يكون في فترة قريبة. يعني أعتقد أن الخط العريض لهذا القرار هو محاصرة بشكل أو بآخر يعني طباعة العملة التي تتم في روسيا والتي تحمل توقيع السيد علي الحبري. لا أعتقد وبوجود يعني عملة مزورة بالمعنى بالكميات الكبيرة التي راحت يعني أثرت على سعر الصرف وزادت الطلب على النقد الأجنبي إلى غير ذلك، أعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة أولى لمجموعة خطوات ربما تكون قادمة. بمعنى آخر عندما ربما المصرف المركزي لأول مرة منذ عام 2016 يعترف ضمنيا الآن أو صراحة بأن العملة المطبوعة في روسيا اللي هي الفئة رقم 2 هي عملة شرعية، يعني بعد يقول لك بنسحب من التداول الفئة 1 والفئة 2 من عملة 50 دينار، يعني ضمنيا اعترف لأول مرة بالعملة المطبوعة في روسيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أتوقع أن الخطوة الثانية ربما تكون سحب فئة 20. إحنا نتكلم الآن على فئة 50 اللي هي قيمتها بالنسبة للعملة المصدرة من قبل المصرف المركزي طرابلس حسب النشرة الاقتصادية الربع الثالث نتحدث على 6,300,000,000 دينار تقريبا. لا توجد أرقام حقيقية من مصادر رسمية بالعملة المصدرة من المصرف الموازي، وبالتالي المصرف المركزي الآن ضمنيا يعترف بالعملة المطبوعة في روسيا لأول مرة. ذكرت أن الخطوة الثانية ربما تكون فئة 20 دينار اللي هي تقريبا العملة المصدرة بلغت 7,100,000,000 المطبوعة في طبعا اللي تحمل توقيع السيد الصديق الكبير. ربما الخطوة الأخرى أيضا راح تكون فئة 20. فبالتالي كل ذلك ربما يعني يسير بنا في اتجاه أن المصرف المركزي الخطوة النهائية أي عملة لا تحمل توقيع الصديق الكبير محافظ مصرف مركزي
هي تعتبر عملة مزورة، كون أن سواء فئة العشرين أو فئة الخمسين والتي تم طباعتها في روسيا أصبحت يعني بحكم الأمر الواقع تتداول عند الناس، وبالتالي لا مناص من قبولها. ورغم أن يعني أنك تقبل فئة الخمسين أو حتى فئة العشرين المطبوعة في روسيا، لابد أن تواجه بعض المشاكل نقول الفنية. إحنا نعرف أي عملة يتم إصدارها لابد أن يكون لها غطاء. ما هو الغطاء للعملة المطبوعة في روسيا الآن؟ يعني نتحدث على لا يقل على 80% عملات أجنبية، و 20% نتحدث على سندات خزانة محلية. هل هذا يعني موجود أو كيف بتتم التسوية؟ يعني أيضا هذا سؤال موجود. وبالتالي ربما التوقيت الذي يعني قام به المصرف المركزي ربما بتسريب هذه المسودة، وربما يتم يكون القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، التوقيت حقيقة غير مناسب، كون أننا نتحدث على أزمة سيولة موجودة. يعني مش من غير المقبول أن المواطن تقريبا قبل 4 أو 5 أيام استلم من المصرف فئة 50، تو تقول لا والله نبي نسحبها، فسببت ربكة. أيضا إيصال الفكرة للمواطنين، يعني أغلب الناس يتوقع أن من يوم الأحد القادم لن يتم قبول أي فئة يعني من فئة 50 سواء المطبوعة في روسيا أو التي يتم طباعتها من قبل المصرف المركزي في طرابلس. رأي هذه راح تكون ملغية بحكم الملغية، فالناس يعني سببت ربكة بشكل كبير جدا. ولكن أتوقع أن هذه الربكة الحاصلة الآن لن تستمر طويلا، ربما نتحدث على أسبوع إلى 10 أيام، وعندما يعني المواطنين يعرفوا أن هذه العملة قابلة للتداول وأن التجار راح يقبلوها بشكل أو بآخر حتى نهاية شهر 8، ربما هذه الربكة يعني تتقلص قليلا، وخاصة خلال اليومين الماضيين نشوفوا أن سعر الصرف تقريبا يعني الفارق ما بين أنك أنت تشتري نقد أجنبي بغير فئة 20 وبفئة 50 وبفئة 50 تقريبا نتكلم على أكثر من 15 قرش يعني 150 درهم. فسببت صحيح نوع من الربكة، ولكن على حسب تقدير الشخصي أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. ربما يحدث بعض الإشكال في الوقت الحاضر، ولكن نتحدث على في المستقبل القريب إذا تلتها خطوات أخرى أعتقد أن يعني قرار جيد، وربما يكون هو متأخر ومتأخر جدا. يعني عندما نتحدث الآن على أن في عملة مزيفة وعملة مزورة إلى غير ذلك، أنا أستبعد أن تكون في عملة مزورة، ولكن ربما بعض المؤشرات تقول في عملة مطبوعة في روسيا لازالت تطبع في روسيا إلى الآن، يعني تحمل نفس المواصفات العملة السابقة التي تم طباعتها في وقت سابق. وبالتالي المصرف المركزي ربما على استحياء يتحدث على وجود عملة يعني أخرى غير الفئة 1 والفئة 2 مزورة موجودة، لكن ما شفناهاش. يعني بالتأكيد لو كانت كميات كبيرة إلا ما تظهر، وانت والضيوف ذكروا يعني يجب أن يكون حتى توضح لي الفروقات، شو الفرق ما بين العملة المزورة والعملة رقم 1 ورقم 2، الفئة رقم 1 وفئة رقم 2، هذا غير موجود. وبالتالي أعتقد أن هذه الخطوة ربما سوف يعني تليها خطوات جديدة. احنا نتكلم على 6.3، نتكلم على 14% من العملة اللي في التداول تقريبا، ونتكلم على تقريبا 4.4% من إجمالي عرض النقود. طبعا هذه دون العملة المطبوعة في روسيا اللي احنا ما ندروش عليه قيمتها كم هذه القيمة، 7 مليار 8 مليار. فبالتالي يعني وفي هذه الحالة سيد مختار، على الصعيد الشخصي انها خطوة في الاتجاه الصحيح. إيه؟ وفي هذه الحالة امام هذا الاتفاق الذي نشاهد الان من خلال ارائكم انتم كمستوى الضيوف، يبدو ان المركز اليوم في حاجة الى ان يظهر ايا كان شكل هذا المنتج او المخرج الذي سيتم اخراجه، حتى يوضح فيه شكل الفروقات ما بين هذه الفئة التي يتحدث عنها ويعتبرها فئة مزيفة مجهولة المصدر، مقارنة بالفئتين الأولى والثانية التي يود أن يسحبها ويدعو المواطنين وغيرهم إلى أن يتوجهوا المصارف حتى يودعوها. وهناك ربما تساؤلات عديدة عما إذا كان هذا الإيضاح كافي بشكل كبير حتى يهدأ السوق قليلا، يهدأ المواطن قليلا، حتى يتبين له حجم الفروقات ما بين هذه الفئات التي باتت متعددة. وفي هذه الحالة سيد إدريس، ونحن نتحدث عن فترة زمنية حددها المركزي وفق مسودة القرار، والتي تقول بأنه انطلاقا من الأحد ستبدأ عملية استقبال المصارف التجارية لهذه الفئتين
أو لهاتين الفئتين إلى حد 29 من أغسطس القادم. تعتقد بأن هذا الموعد كافي حتى يمتص المركز حالة الهلع على ارتباك لدى المواطن، أم أنه ربما يدفع الأطراف التي يصفها الكبير بأنها مجهولة المصدر وهي من طبعت هذه العملة إلى طباعة المزيد من فئة 50 التي يعتبرها مزيفة وهي مجهولة المصدر بالنسبة لها؟ شوف يا أخي، أولا يعني حتى هذه اللحظة يعني لم تظهر أي بيانات من المصرف المركزي يوضح هذه النقطة تحديدا، يعني مجهولة المصدر، ما فيش حاجة اسمها مجهولة المصدر. أنت عليك أن تبين للرأي العام للمتعاملين، لأن هذه مسألة متعلقة بحالة الاقتصاد ككل، يعني يجب أنك أنت توضح إذا كان في، إذا كان أنت أثبتت أن في عملة مزورة عليك أنك أنت تعلن صراحة أني أنا اكتشفت ويوجد علي ويوجد لدي أدلة وإثباتات وقيم وكميات وفتحنا تحقيق فيها وإلى آخره كذا كذا كذا، كويس. لكن يعني كلام يعني يطلق جزافا بهذا الشكل، يعني أنا لم أسمع لا النائب العام ولا سمعت تاجر ولا مصرف أعلن على أنه هو جات عملة مزورة. ثانيا فيما يتعلق بالعملة التي طبعت في فترة الانقسام في المصرف المركزي في البيضة، في تلك الفترة طبعت بقرار من مجلس الإدارة المصرف المركزي، يعني كانوا في ذلك الوقت الأغلبية كانوا موجودين مع السيد علي الحبري، وكان مكلفا كمحافظ من البرلمان، وهو كانت الأصول المصرف المركزي يعني تحت إشرافهم القانوني، يعني وبالتالي اتخذوا كافة الإجراءات يعني بالغطاء القانوني الغطاء النقدي اللي هو عارفين كم أصول المصرف، وهذه الاعتبارات جميعا يعني عندما بدأت إجراءات توحيد المصرف المركزي برعاية الأمم المتحدة وبعد تكليف لجنة المراجعة الدولية ديلويت، كل يعني حصرت يعني كم اللي طبع وكم اللي الأصول وشنو الحسابات وكلها وضعت ووضعت لها قواعد، فإذا كان فيه أي حاجة تمت فيما بعد، الآن المصرف المركزي هو موحد في واقع الأمر، يعني بدليل أن القرار وقع المحافظ اللي في طرابلس والنائب بتاع اللي في بنغازي، كويس. فمسألة لكن إذا كان الغرض فقط لأن هذه عليها توقيع السيد علي الحبري يجب أنها تسحب من السوق، يعني هذه مسألة يعني لا تبرر خلق هذا الذعر وفقدان الثقة. يا سيدي، هذا القرار أفقد الثقة في الدينار الليبي بجميع فئاته بأن يكون مستودعا أو مخزنا للقيمة. نحن نعرف في علم الاقتصاد أن وظائف النقود ثلاثة: وسيط للتبادل، ومخزن أو مستودع للقيمة، ومعيار للقيمة. فعندما أنت تبدأ تشكك في فئات العملة متاعك، هذه فئة 50 وبعدها تجي فئة 20 وبعدها، فمن يثق في أن يحتفظ بالدينار الليبي كمخزن للقيمة؟ سيلجأ أي مواطن، والسلوك الاقتصادي الرشيد يقول هذا، أن يتخلص من الدينار بأي فئة عنده ويذهب إلى الملاذ الآمن البديل اللي هو العملة الأجنبية أو الذهب. والذهب أصبح لأن للسعرين سعر كسر زي ما يقولوا، والسعر سعر الشراء، فلذلك الملجأ الآمن هو أن نتخلص من الدينار وناخذ دولارات، حتى وأنا لا أرغب في استخدام هذه الدولارات، يعني لا 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 في لا في استيراد من الخارج ولا في شراء خدمات يعني التعليم ولا صحة ولا سياحة ولا غيره، كويس. وهذا يخلق طلب غير طبيعي على الدولار، وهو ما سبب مشكلة لدى المصرف المركزي في أن احتياطياته من أو إيراداته من العملة الأجنبية غير كافية للطلب. سياسات المصرف المركزي، هذه السياسات غير المدروسة، هي التي تعطي إشارات سلبية لكافة المتعاملين في الاقتصاد. بهذه الإشارات تعطيهم أن ما تثقش في العملة الوطنية،
راها القوة الشرائية متاعها غير ثابتة، راها معرضة إلى أنها تسحب في أي لحظة، وبالتالي سيذهب إلى طلب الدولار ويتخلصوا منه ويجي العلاج الأسوأ علشان يوازن بين العرض والطلب. يقول لك أفرض، يطلب البرلمان أفرض ضريبة على العملة الأجنبية، ونحن اقتصادنا مكشوف، نستورد كل شيء من الخارج، وبالتالي ارتفعت الأسعار بنسبة 50% في أقل من شهر. فهذه سياسات خاطئة وسياسات غبية، وإذا استمرت بهذه الطريقة يعني سندخل في نفق دخلت فيه دول كثيرة من انهيار قيمة العملة، برغم أن لا يوجد مبرر اقتصادي لانهيار قيمة العملة. لدينا احتياطيات، نحن 84 مليار في المصرف المركزي، 60 مليار في شركة الاستثمارات الخارجية، 140 طن من الذهب أو 146 طن، قالوا كان 116 وقعد 146، ومع ذلك تنهار العملة الوطنية متاعنا بشكل متوالي. تونس 7 مليار و300 مليون احتياطياتها في الشهر اللي فات، كويس. لا سمعنا، لا عندهم طوابير سيولة على المصارف، ولا سمعنا المحافظ طلب من المصرف المركزي التونسي أن يفرض ضريبة لكي يوازن العرض والطلب بالعملة الأجنبية، ولم تنهار قيمة العملة التونسية، كويس. في الأردن، في غيرها من الدول، نحن يا سيدي مشكلتنا الأساسية في ليبيا ليس مشكلة نقص موارد، إنما مشكلتنا الأساسية إدارة موارد. إدارة موارد وإدارة، والإدارة طبعا يعني هذه مشكلة عامة، مشكلة الدولة الليبية، مشكلة إدارة، مشكلة سياسية. هذه المشاكل كلها هي عبارة عن نتائج ومظاهر، وسيستمر التعامل معها بهذا الشكل ودون ما نحل المشكلة الأساسية، دون ما واضح سيد إدريس. وبالتالي سيد الجديدي، أمام ربما حالة التي التي سيدخل فيها المواطن في هذه الحالة، ما لم يوضح المركزي شكل الفروقات ما بين الفئات الثلاث، الأولى والثانية وحتى التي يعتبرها الآن هو مزيفة، وإن أوضح، لو سلمنا أنه المركزي ربما يوضح هذه الفئة المزورة ويدعو المصارف بأنه عدم قبولهم لفئة 50 المزورة، كيف سيتعامل مع هذا الأمر؟ خصوصا أنه بعض المصادر تتحدث على أنه القيمة تقدر بنحو 6 مليار الآن هي موجودة في السوق، كيف ستعامل معها المركزي في هذه الحالة؟ ما شكل الضوابط حتى أوضح لك؟ شوف، 6 مليار هو 6 مليار اللي ذكرتها، اللي هي هذه الفئة العشرين، الفئة الأولى، هذه الفئة اللي هي صادرة عن طريق البنك المركزي طرابلس، وزي ما ذكر زملائي مازال عندك الفئة العشرين، الفئة الثانية اللي هي صادرة من البنك المركزي البيضاء، اللي هي ما فيش تقرير واضح وصريح يقول كم القيمة، لكن تقدر مجموع القيمتين بين الواحد واثنين إلى 16 مليار، حسب من 13 إلى 16 مليار حسب بعض المصادر. قبول العملة هذه داخل الاقتصاد زي ما قال زميلي الأستاذ عبد الحميد، هي ضمنيا أنت قبلت العملتين، يعني قبلت الفئتين وقبلتهم في الاقتصاد بدليل أنك أنت حتضيفهم إلى الحسابات الجارية. ونبي نمشي مع السيد عبد الحميد أن ما فيش عملة مزورة، وممكن بس على استحياء البنك المركزي قال أن في فئة مزورة باعتبار أن الفئة الثانية هي الفئة الغير شرعية، تمام. بالتالي إذا كان ما فيش فئة، إذا كان في فعلا فئة مزورة وسيتم قبولها داخل المصارف، فبالتالي حيزيد عملية طباعة العملة الأجنبية هذه إلى أضعاف. يعني اللي كان يطبع في 1000 دينار من فئة 50 مزورة أو الفئة الثالثة خلينا نقوله، الآن بما أن المصارف التجارية لا يمكنها كشف العملة هذه المزورة، فبالتالي اللي يطبع في 1000 حيبدأ يطبع في 10,000، واللي يطبع في 10,000 حيبدأ يطبع في مليون، ولن يلجأ إلى السوق الموازي، يعني حيمشي مباشرة بالخمسين المزورة إلى المصارف التجارية اللي اصدر القرار بقبول العملة، تمام، بأن يعني تعالى أنت اقبل العملة الفئة الخمسين الأولى والثانية. بما أن المصرف المركزي ما وضحناش شن الفرق بين الأولى والثانية، حتى المصارف ما تعرفش الفرق، يعني مدراء المصارف أو المسؤولين في المصارف ما يعرفوش الفرق بين الفئة واحد والفئة اثنين، أو الفئة واحد والفئة اثنين والفئة ثلاثة اللي هي مزور. بالتالي سيتم قبولها. إذا نحن في النتيجة خلال فترة الأربع شهور
وهذه مشكلة تانية. يعني احنا نتكلم على 4 شهور المصرف المركزي يتكلم على 4 شهور من إلغاء فئة مزورة، يعني 11 منها مزورة وتطبع، يعني هو يقول قاعد أنا أرى أن هي تطبع، يعني مثلا ما نعرفش قيمتها قداش، فكل ما يطبع إذا احنا شو بيصير بنقبله، احنا قاعدين نقبله زي الحشاك البلاعة اللي تقبل في العملة المزورة داخل الحسابات الجارية، بالتالي حنقبله كل العملة المزورة. فعندك يعني حتى أفهم أكثر الموازي، وبالتالي إن كنت أعتقد ربما لو هناك طرح آخر بأنه قد يهدف المركزي من هذه الخطوة بأن يحاصر هذه الفئة التي يعتبرها فئة مزيفة وهي الفئة الثالثة، ما لم يوضح شكل هذه الفئة وشكل الفروقات بينها وبين الفئتين الأولى والثانية لن يتحقق له هذا الغرض في هذه الحالة، إن تأخر في عدم توضيحه حتى هذه اللحظة. طبعا شوف احنا ناخده بالظهر، الظهر المصرف المركزي يذكر ان فيه فئه مزوره تمام، وهذه الفئه قاعده تتداول في السوق، وزي ما قال زميلي عبد الحميد قال ان هذه العمله ما شافها حد، يعني في حد جاي تاجر قال انا يا جماعه راني اكتشفت ورقه 50. ما هي مش واضحه الفروقات يا سيد الجديدي، المصرف المركزي قال ما هي مش واضحه الفروقات في هذه الحاله، في تساؤل قد يطرح نفسه، هي الفروقات ما هيش واضحه ما بين الفئات المختلفه الثلاث حتى يتبين للتاجر أو المواطن العادي بأنه هذه مزيفة وغير مزيفة، ما لم تقدم الجهة السيادية الدلائل على أنه هذه الفئة مختلفة. آلة العد ما تقدرش تكتشفها، آلة العد ما تقدرش تكتشف العملة المزورة، وبالتالي يا إما أن هي ما فيش عملة مزورة أصلا تمام، يا إما في المقابل أن فيه العملة زي ما قال زميل عبد الحميد اللي هي العملة الخمسين اللي هي صدرت من المركزي البيضاء، يحاول مصرف مركزي طرابلس أنه يسحبها من التداول. عندنا رؤية تانية، إذا كان نتكلم عليه تزوير، باش اللي يمنع تزوير فئة 20 دينار؟ احنا حاليا نوقفوا تزوير فئة 50 دينار، واستطعنا أن نوقفه بسحب عملة 50 دينار، باي فئة 20 دينار كيف يصير فيها بعد أسبوع 10 أيام؟ ممكن المزور يلجأ إلى تزوير فئة 20 دينار، وممكن يلجأ إلى تأويل فئة 10 دينار أيضا تمام، باعتبار أنه عند القدرة، ركز في النقطة هي مهمة جدا ويركزوا المشاهدين، أن عند القدرة على تزوير عملة لا تستطيع آلات العد اكتشافها، وهذه إشارة استفهام كبيرة، يعني لدرجة أن هي مطابقة أو يعني شبه مطابقة للمواصفات بنسبة أن الآلة ما تقدرش تكتشفها. يعني إذا كان احنا يعني وكأننا نحن أمام فرضية أخرى يا سيد جديدة، وكأنه نحن أمام فرضية أخرى، قد لا تكون هذه الفئة الثالثة هي مزورة بالأساس، وقد تكون دفعة جديدة استكمال الدفعات القديمة التي اعترض عليها المركزي في البداية ومن ثم قبلها من فئة 50 في هذه الحالة. لأننا حتى نفكك المشهد أكثر بتنا أمام فرضيات مختلفة، لأنه الآن من خلال كلامكم بتنا ندخل في سيل من الفرضيات، ما لم يوضح المركزي هذه النقاط، لأنه عندما تحدث عن فئة مزيفة يبدو أنه الجهة الوحيدة التي لديه الدلائل أو شكل الفروقات بينها وبين الفئات الأخرى. سيد جديدي ايه صحيح، ما اقول لك اذا كان ما فيش فروقات واضحه، وهو حتى قرار المصرف المركزي اشار الى حاجتين، سحب الفئه 1 و2، باي 1 و2 باي 1 و3 اللي هي فيها فرق، يعني احنا ما شفناش الفرق. اذا كان ما قلت لك احنا بناخذه بالظهر، المركزي قال في فئه ثالثه مزوره، واحنا انا واحد من الناس بنمشي على الفئه المزوره، اذا كان في فئه ثالثه مزوره، اذا كان هذا الامر صحيح، اذا عندك حتى فئه 20 احتمال ان المزور يقوم بتزويرها، وفئة 10 حتى هي المزور يقوم بتزويرها، وبالتالي شنو العلاج اللي احنا حطيناه في عملية التزوير؟ وين الجاني اللي هو قام بعملية التزوير؟ وين الجهات الأمنية والضبطية اللي هي ستبحث في عملية التزوير؟ وين التزوير يتم؟ هل يتم داخل البلاد أو خارج البلاد؟ هل يوجد آلات لطباعة العملة داخل البلاد أو خارج البلاد؟ هو هذه كلها فرضيات وكلها تساؤلات. وبالتالي سيد مختار، عذرا سيد عبد الحميد الفضيل، حتى نغلق القوس في حالة التيه وتعدد الفرضيات حول هذه الفئات الثلاث وشكل تعاطي المركزي مع الفئة المزيفة مجهولة المصدر كما يقول، حتى نغلق القوس في هذه النقطة، هو يتحدث المركزي في مسودة القرار على مجموعة من الضوابط بأنه سيعلنها لاحقا لم يذكرها في هذه المسودة. أنا أود أن أفهم الضوابط التي تعتقد بأنه يجب على المركزي أن يعلنها في هذا القرار قبل البدء في عملية
سحب هذه الفئات من فئة الخمسين؟ هل هناك ضوابط محددة تنهي حالة الارتباك، حالة الجدل، حالة التيهة التي ربما يعيشها المواطن، أو حتى المصارف التجارية نفسها إن كان يصعب عليهم التمييز بين هذه الفئات الثلاث؟ وشوف السيد نبيل، أنا لازلت يعني فكرة إن في عملة مزورة بالمفهوم اللي متعارف عليه الآن وبكميات كبيرة، بأمانة هذه فرضية أستبعدها بنسبة كبيرة جدا، وأرجح فكرة أن ما يتم تداوله الآن من العملة الموازية والمطبوعة في روسيا إلى الآن أعتقد أن لا زالت تطبع وفق بعض المؤشرات. لعل أهم هذه المؤشرات أن في الربع الرابع لعام 2023 يعني لاحظنا الطلب على النقد الأجنبي ارتفع بشكل كبير جدا، لدرجة أن جزء كبير نتحدث على ما يقارب من 30% من النقد الأجنبي ارتفع في الربع الرابع في عام 2023 مقارنة بالسنة التي سبقت ذلك، مقارنة بسنة 2022. يعني بمعنى آخر وكأنه هناك هجوم كبير من العملة المحلية أو من النقود المحلية على النقد الأجنبي، يعني ناهيك على الطلب اللي تم في السوق السوداء. أنا ما نقولكش في عملة مزورة، وهناك من يرى أن العملة اللي مطبوعة في روسيا هي عملة مزورة كون أنها لم تصدر من المصرف المركزي طرابلس، ولكن على كل الأحوال أرجح فرضية أن ما يقصده المصرف المركزي ربما بشكل ضمني أو لا يستطيع البوح به أن العملة المطبوعة في روسيا بنفس المواصفات وربما بنفس الآلة التي قامت بالطباعة قبل 2020، نتكلم على 16 و17، لا زالت إلى الآن مستمرة بالعمل، لا زالت إلى الآن تقوم بطباعة فئة الخمسين دينار. أنا أرجح هذه الفرضية، ولهذا المصرف المركزي ربما حتى بتوصيات خارجية باش نكونوا واضحين، لأن مسودة هذا القرار يعني ظهرت الآن وبعد يعني احنا نقول جولة للمحافظ في أمريكا وفي فرنسا إلى غير ذلك، وخاصة أن هذه المسودة تحمل أيضا اسم نائب المحافظ، ربما هناك تسوية مقبلة فيما يتعلق بتوحيد المصرف المركزي بشكل فعلي، وبالتالي كانت الخطوات الأولى هي سحب فئة الخمسين وربما يكون المأخذ على المصرف المركزي. يعني أتفق مع الأستاذ الدكتور إدريس في أن القرار راه مفروض لمجلس الإدارة، وهك تنص المادة 34 من قانون المصارف، القانون رقم خمسة المعدل بالقانون رقم 46 سنة 2012، قانون رقم 1 سنة 2005، ولكن يفترض أن يكون الحد الأدنى يقول شهرين، هو ممكن يكون 4-6 شهور أوكي، لكن الحد الأدنى يكون شهرين، هو يفترض أن يكون شهرين بس ما تعطيش فرصة بأن تكون في طباعة عملة من فئة الخمسين في الفترة القليلة المقبلة هذه، لأن كل يوم تأخر فيه أرى راح يكون في طباعة عملة. ولو كانت الفرضية الضعيفة، لو كانت في هناك عملة مزورة بين قوسين أيضا في وقت يعني نتكلم عليه 4 شهور، فيعني حسب وجهة نظري أن الهدف الأساسي ربما يكون في منشور لاحق في فترة مقبلة إن أي عملة لا تحمل بعد 20 راح يكون ربما الخطوة الثانية فئة 20، وبعدها أي عملة لا تحمل توقيع المحافظ كون إحنا نتكلم على مصرف واحد توا تعتبر عملة مزورة بشكل صريح، التي لا يعني خلال تقريبا 8 سنوات الماضية لم يتجرأ المصرف المركزي طرابلس إنه يصدر منشور حتى في 16 و17 إنه يقول العملة التي لا تحمل توقيع المحافظ الصديق الكبير هي عملة مزورة، ما قالهاش. النقطة الأخيرة بالله بس تعقيبا على توحيد المصرف المركزي وتم التسوية شفناها شعارات فقط، لكن ما شفناش شيء واقعي. بمعنى آخر نجول عرض النقود اللي موجود في النشرة الاقتصادية هو يشمل العملة المصدرة من قبل المصرف المركزي طرابلس، بعد نتحدث على قيمة العملة المطبوعة في روسيا ما فيش حد يجاوبك يقول لك والله تقريبا 7 مليار تقريبا 8 مليار، أنا نقول لك العملة المطبوعة في روسيا أو 30 مليار، أنت بتقول لي لا، بنقول لك ما الدليل، وأنت في نفس الوقت بتقول لي شنو هو الدليل. وبالتالي أعتقد أن فكرة يعني سحب الفئتين خطوة جيدة. أنا شيء يضمن لي أن ما يتمش طباعة 30 مليار تانيات في روسيا؟ في حد يضمن؟ ما فيش حد يضمن. راه أنا بنمشي معاك إن عندها غطاء، رغم إن ما فيش جهة رسمية تقول لك عندها غطاء، بعكس العملة اللي مطبوعة في طرابلس عندنا الأرقام موجودة في النشرة الاقتصادية، ما الضامن إن في حتى خلال الأشهر القليلة المقبلة لو ما تمش سحب هذه العملة إن يكون في طباعة لعملة أخرى حاجة أخرى.
عندما يكون عندك عملة أخرى، يعني تخيل أنت عندك عملتين، كل عملة تحمل توقيع، عملية التزوير تكون أسهل. ما إحنا شيل سبب إنه في الربكة هذه كلها. تخيل في عملة واحدة بس، فئة 50 رقم واحد، لو في عملة مزورة تكون أسهل، أو حتى بملمس اليد ممكن أنت تقدر تميزها. لكن بعد يكون عندك أكثر من عملة تبقى بتدوخ بالذات المواطنين، ما بالك بنحن نتكلم على مصارف تجارية مثل ما ذكرت. يعني هل هناك احتمالية بأن المركزي والمصارف سيكون أمام تحدي كبير بأنه هذا التزوير الذي ربما شاب الفئة 50 قد يحدث لفئات أخرى 10 إلى 20 دينار، وبالتالي يدخل المواطن في ذات الدوامة؟ هو شوف، أنا أستبعد راولي الآن، قلت لك نستبعد أن في عملة مزورة بالمعنى فئة ثالثة، يعني خلينا نقوله فئة ثالثة. أنا نشوف فيه لهذا، والدليل على والمؤشر ربما اللي يعزز هذه الفكرة أن المصرف المركزي ما وضحناش هي الفروقات ما بين الواحد واثنين والثلاثة اللي هي يفترض أنها تكون مزورة، ما عممش على المصارف، وكأن ضمنيا يعرف تماما أن لا توجد عملة مزورة بالمعنى الحقيقي وبالكميات الكبيرة، يعني فوق المعدل العالمي اللي موجود في كل دول العالم، يعني تحدث بين حين وآخر. فبالتالي تجاهل هذا الموضوع وقال والله خلاص احنا نسحبه الفئة واحد وفئة اثنين. وعلى فكرة سحبه للفئة اثنين طب مرات يقول لك لا هذه عملة مصدرهاش المصرف المركزي، كيف يسحبها؟ أصبحت موجودة عند الناس وأصبحت أمر واقع، يعني ما عندكش خيارات أخرى. ولكن في جديد، خلينا نبدو في جديد من بعد يوم 28/8 نبدو صفحة جديدة ونقولوا راهو أي عملة لا تحمل توقيع المحافظ بغض النظر اتفقنا ولا اختلفنا معاه راي تعتبر عملة مزورة، وبالتالي تستطيع قطع الطريق أمام أي فوضى نقدية أخرى. وليفترض أن هذا الإجراء راهو تم من سنوات. هذه نقطة. بالنسبة للضوابط، أنا تبنيت من المصرف المركزي إن بدل ما يكون في سحب يكون في استبدال، أراه تنقص نوع من الفوضى اللي موجودة الآن، وبالذات نتحدث على الناس محدودي الدخل، يعني مش من غير المقبول. الأسبوع الماضي سحب 2000 دينار من المصرف، هو عطيني فئة 50 فئة واحد، يوم لحد تقول لي والله يودحهم في المصارف وراه ما فيش بديل لها، مش منطقي. حتى ولو كلف الأمر إن القيمة تحط سقف، يعني بمعنى آخر سقف 10,000 15,000، يعني تكون الشريحة أو محدودي الدخل أقل حاجة بيتأثروش، بمكان يمشي المصرف 2,000 3,000 10,000 دينار يأخذ بديلين وانتهي الموضوع. لكن بهذا الشكل الناس إحنا نقوله أصبحت في حيرة من أمرها، تبقى الفئة 50 اللي عندي متاع الحبري الليبي، يعني متاع الصديق الكبير، باك الفئة المزورة، كل واحد يحاول إنه يتخلص منها. فهذا المأخذ الكبير على المصرف المركزي، حتى بعض المحال التجارية أيضا لم تعد تتعامل بهذه الفئات وتستقبلها من المواطن. وبالتالي سيد إدريس أنت ذهبت بنا نقطة بس مهمة. يا أستاذ نبيل، نقطة أخيرة، تفضل. نقطة أخيرة، أعتقد أن هذه الربكة لن تستمر طويلة الراو. ليش؟ لأن الفكرة اللي عند الناس من يوم لحد العملة معش تمشي فئة 50، معش في حد بيقبلها مني. هذه راهي الفكرة اللي موجودة عند الناس وتحتاج إلى توضيح. هو فكرة القرار إن فئة 50 أراه معمول بها لعند يوم 28/8، يعني لو احترت وما فيش حد يأخذها منك فيني أضعف في الإيمان بإمكانك تمشي للمصرف وتعطيها للمصرف وتسجل في حسابك، أضعف الإيمان. يعني ما هو المشكلة يا سيد مختار، هو حتى لو مشي للمصرف وعطيه هذه الفئة، هو مشكلته في أنه يستطيع استرداد ما قيمته نقدية من فئات أخرى، لأن هذه المعضلة. المصارف تعاني من شح سيولة، وأنت تدرك تماما كيف كان حال المواطن في أواخر شهر رمضان المبارك وقبل عيد الفطر، حالة الربكة، غياب السيولة. وهذه النقطة ذبية للسيد إدريس، لأنه هذا سؤال مهم في سيل من الأسئلة التي طرحناها قبل قليل، مسألة السيولة، أزمة السيولة، شح السيولة، حالة عدم الثقة المواطن في العملات التي يمتلكها. هل بمقدور المركز توفير هذه السيولة بما يقابل من القيمة التي يحتفظ بها المواطن من فئة 50 أيا كان شكلها، الفئة الأولى أم حتى الثانية؟ دعني أولا يعني نوضح نقطة. تفضل. أنا أتفق مع السيد عبد الحميد في أن في قوله أن توحيد المصرف المركزي هو توحيد شكلي. أنا ذكرت أن تمت إجراءات للتوحيد وطلب المصرف المركزي طرابلس لجنة مراجعة دولية، أجلكت مراجعة دولية كلفت عن طريق الأمم المتحدة،
وتوصلت إلى قواعد وأسس لكي يتم التوحيد. الذي عطل عملية التوحيد هو المحافظ سيد المحافظ في طرابلس. إلى هذه اللحظة حسابات المصارف لم توحد، إلى هذه اللحظة لا تزال المقاصة، يعني فيه مقاصتين، مقاصة في طرابلس لم توحد. فهنا المشاكل التي نعاني منها الآن، لو أن ذهبت أو صار المحافظ في الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، وحسب ما تقرير لدارات الشركة الدولية وحسب الأسس، لكنا الآن في ربما في غنى عن هذا النقاش وفي هذه المشاكل. رقم اثنين، إذا كان السيد المحافظ مقتنع كما قال أن هناك تزوير في فئة 50، طبعا بالتأكيد لدرجة أن يؤثر هذا التزوير أو في سعر صرف الدولار، يعني هو اللي خلد هذا، معناها هو يتحدث عن مليارات وليس حتى مئات الملايين، لأن المليون واثنين والثلاثة والعشرة لا يمكن أن يؤثر في 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 سعر الدولار، يعني يزيد الطلب بحيث أن يقفز دينارين، يعني من 6 دينار إلى 5 دينار ونص إلى 8 دينار. فهل من المنطق أنك أنت إذا كانك مقتنع أن يوجد مليار أو مليارين عملة من فئة 50 مزورة، أنك أنت تقرر أنها تسحب وتدخل في المصارف؟ لا، يعني معناها في خطأ كبير جدا، وليس معناها أنت زدت 2 مليار 3 مليار لا يوجد لها غطاء، ولم يعني تم طباعتها عن طريق المصرف ولم تصرف عن طريق المصارف. فلذلك مسألة فكرة التزوير من هي فكرة غامضة، وأعتقد أنها حجة، يعني إلا إذا تم التوضيح يعني بشكل صريح وللرأي العام. بعدين في حاجة يا أستاذ نبيل، نعم، لماذا ما يظهرش شخص مسؤول، رئيس قسم الإصدار في مصرف ليبيا، مدير إدارة الإصدار، مدير إدارة الرقابة على المصارف، حتى المحافظ نفسه، ليش بيظهر في برنامج زي هذاهي؟ وجيب لناس تناقشه وخليه يوضح للرأي العام، خلي هذه الأسئلة هم اللي جاوبوا عليها، ليش نجاوب علينا يعني ويجاوب عليه السيد عبد الحميد والسيد مختار ولا غير، يعني ويبقى كل واحد مجرد تخمين. أعتقد أنها مزورة، لا ما أعتقدش أنها مزورة، أعتقد أنها كذاب. هذه مسؤولية من؟ ليش ما يظهر؟ شنو دوره هو؟ يعني المسألة يا سيدي قلت لك أنا في البداية، هي مسألة سوء إدارة للمؤسسة النقدية، كسوء الإدارة الذي تعاني منه الدولة ككل. نحن مؤسسات للأسف تحولت إلى ضياع أو أقطاعيات خاصة، وأصبحت تدار بالمزاجية وبعيدة عن الأسس الصحيحة القانونية، يعني وهذه نتائج سنظل نعاني منها، وسنظل ممكن نتلاقى بعد شهرين بعد ثلاثة بعد سنة نناقش هذه المواضيع، وهو نناقش فيها كم سنة، يعني أقصى جهد أن نحن نوضح للرأي العام أن نرى هذه مشكلة وهذه غيرها. لكن في واقع الأمر يعني هو نحارب في طواحين الهواء، هذه كلها نتائج في واقع الأمر. ما لم يعاد بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة صحيحة، وتكون في اختصاصات واضحة وصلاحيات ونظم للرقابة والمحاسبة والمساءلة والشفافية، لو تقرأ تقرير مصرف المركزي الشهري يقول لك في إطار خطة الإصلاح والشفافية التي أطلقها مصرف ليبيا، هل توجد شفافية بدون مساءلة؟ الشفافية والمساءلة هما ركيزتا الحكم الرشيد الجوفرنانس. فلذا أنت لما تعطيني شفافية وأنا لا نقدر نساءله ولا نقدر نحاسبك، واستدعاها البرلمان ورفض أن يجي، اعزل البرلمان ورفض أن يمتثل لقرار العزل، كويس، فمدة وبعدين تقول لي شفافية. طيب، فالمسألة راها مسألة بصراحة غامضة، وما يعني نقاشنا هذا هو عبارة عن ترف فكري
لا يعني لا أرى منه نتيجة كويس. فكان المفروض الآن أن تستدعيتوا حد من المصرف المركزي يقعد معنا ويجاوب على أسئلتك مباشرة. يعني هذه الأسئلة طرحوها قدامه، لماذا ليش مختفيين؟ ليش ما يظهرش منهم أحد؟ واضح. وبالتالي يعني المحافظ والنائب متاعه ومدراء الإدارات في المصرف المركزي، هذه الأسئلة اللي أنت وجهت المهم تمام يجاوبوا عليها. هناك شيء من التساؤلات، حتى وإن غابت الجهة صاحبة المعلومة، لكن على الأقل نحاول أن نقرب المواطن أكثر عبر تحليلكم، متابعتكم للسياسة المصرف طوال هذه السنوات، على الأقل ما سرب حتى هذه اللحظة. كيف تنظرون إلى شكل توفير السيولة؟ لأن لم تجبني على هذه النقطة المهمة أيضا، ربما أعود لك لأنه هذه أيضا هي ما أنا أقول لك يعني ما تشغل المواطن. أعذرني فقط سيد إدريس، أعود لك في الجولة القادمة. هي فيه أزمة، لأني أطلت فقط على البقية. هي نعم. نقاط، أعذرني فقط أني أطلت على البقية، سأعود لك في الجولة الأخيرة حتى تفصل في هذه النقطة مرة أخرى. شكرا لك. وبالتالي سيد جديدي، فيما يتعلق بمسألة نقطة أخرى، سيطرة المصرف على الدورة المصرفية للدينار الليبي، أنت تدرك أنه بشكل كبير الدورة المصرفية للدينار الليبي تدور بشكل كبير خارج المصارف التجارية. هل بهذه الخطوة ستسمح للمركزي أن يستعيد هذه السيطرة المفقودة، أم ربما تدفع المواطن مرة أخرى إلى أن يتجه إلى بدائل أخرى طالما شعر بأن المركزي أو المصارف لن توفر له قيمة ما سيودع من فئة 50 دينار؟ تمام. هو شوف، هو الواقع يقول أن المصرف المركزي يفقد السيطرة على 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 السوق أو على المصارف عندما يتخذ قرار إيقاف الاعتمادات المستندية أو إيقاف تزويد المصارف بالعملة الأجنبية أو تزويد التجار بها، بالتالي يلجأ التاجر إلى السوق الموازي، وبالتالي يفقد المصرف المركزي جزء كبير من السيولة النقدية، لأنه يتجه التاجر بصفة مباشرة إلى استيراد السلع والخدمات عن طريق توفير العملة الأجنبية من السوق الموازي. إذا كان المصرف المركزي استطاع أن هو يوفر السلع والخدمات للتاجر عن طريق الفتح الاعتمادات المستندية أو اللي هي الآن 10,000 أو 4,000 أو ما تسمى اللي هي أرباب الأسر أو غيرها من الطرق لتوفير السلعة، بالتالي حيخف الضغط على السوق الموازي، وبالتالي حيجذب العملة أو سعر العملة في السوق الموازي للنزول والقرب من السعر الرسمي للسوق. حاليا المصرف المركزي اللي يتخذ فيه ان 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 ايقاف فتح الاعتمادات المستنديه او تقليص فتح الاعتمادات المستنديه بسبب ان هو وجود عجز في الدوله او عجز في الميزانيه سيؤدي الى طلب اكبر على السوق الموازي للسلع والخدمات. اللي حيحصل حاليا ان حتى التاجر اللي بيودع وعنده فئه 10 أو 20 حيودع فئة 50 اللي هي ملياش قيمة عند السيولة. يعني باش نوفر سيولة للناس هنتوا حاليا بنودع فئة 10 أو 20 من قبل التجار. التاجر حتى زميل التاجر لو يكون عنده فئات أخرى من 10 أو 20 يقول له بالله ياك ودع لي 50 إياه، خذ 50 وبدلها لي وبرا ودع، أنت بتودع في المصرف. وبالتالي المصرف حيفتح اعتمادات بفئة 50 لأنها مقبولة في الحسابات الجارية، وفي نفس المقابل مش حتوفر له السيولة لزبائنه، فبالتالي حنواجه أزمة سيولة أكبر. لأن أنا نقول لك المصارف حتتكدس بعملة 50، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، لو بنقرأ القرار ما يقولش أنك أنت ما عادش تتداولها. يعني أنا ممكن نمشي حاليا نودع 50 دينار في المصرف ونمشي نبي نسحب 100 دينار يعطيني 50، شو اللي يمنع؟ لأن هي قابلة للتداول. هو ما قالش أمنع تداولها نهائيا من يوم كذا. إذن ممكن، لكن مفهوم اللي يسمح لي في ذات النقطة، فقط سؤال سريع، إذا كان المصرف لم يمنع التداول بشكل نهائي، لكن المشكلة المواطن وقع في مواجهة التاجر مباشرة، أصحاب المحال التجارية إلى غير ذلك، هم لم يعودوا يستقبلوا أو يقبلوا التعامل بهذه الفئة، وبالتالي المواطن ما الخيارات المتاحة أمامه، وكيف على المركزي في المقابل أن يمتص حالة هذه التي ويطمئن التاجر بأنه بمقدوره أن يقبل هذه الورقة وأن يتعامل معها بشكل طبيعي إلى حين انتهاء المهلة التي حددها في القرار.
تمام، أنا معاك. المواطن محتاج إلى سيولة. أنا توا حاليا بنتوجه للمصرف نبي سيولة. السيولة كيف بيوفرها لي المصرف إذا كان هو ما عنداش إلا فئة الخمسين؟ لأن توا الضغط الكبير اللي حيصير على المصارف هي فئة الخمسين دينار. لأن المصرف ليبيا المركزي ما قامش بعملية الاستبدال. يعني زي ما قال أخوي عبد الحميد وزملائي الكرام وبعض المحللين، قال لك إحنا مفروض في استبدال. يعني إحنا بنجيب مليون، تمام يا سيدي، أعطيني منهم 50% و20% عملة أخرى، تمام. خليني ما نفكرش في اللي عنده مليون، أنا خليني نفكر في المواطن البسيط اللي أنت قبل أسبوع أو ثلاثة أيام من 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 قرب عيد الأضحى صرفت لمرتباته والصحوبات متاعها بفئة الخمسين. زي ما قلت، إذا كان يوم الأحد أعطيتها، إذا كان يوم الخميس أعطيتها أنت فئة خمسين، وتجي يوم الأحد تقول لا غير مقبولة، أو تقول لي راهو خلاص أنا بنلغيها والتاجر ما يقبلهاش مني، بأني شن استفدت؟ أنت جبدت مني السيولة اللي أنت أعطيتها لي. يعني كأنك فرحتني بحاجة بسيطة جدا من حقي وخدتها مني تاني يوم. إذن إحنا المصرف المركزي نتمنى منه، بما أن قاعدة مسودة، أن هو يدير حد أو يدير سقف. يعني يقول مثلا خمس من الدينار، من 50 دينار إلى 15,000 دينار هذه استبدال، والباقي يخش للقطاع المصرفي ما عادش يخرج منه. بالتالي المصارف حتوفر بعض السيولة أو بعض العملة من فئات أخرى تقدر تمنحها للمواطنين. طبعا من بجاء العملة هذه يا أما إيداعات، وهذه أشك فيها، يا أما أن المصرف المركزي يتنازل على جزء من الرصيد الموجود عنده بعملات أخرى اللي هي في خزائن المصرف المركزي ودعها لدى المصارف التجارية، وبالتالي سهل الحركة على المواطنين. لكن أنت تسكر على المواطنين بالشكل هذا، هذه حتسبب لك مشكلة، حتسبب ربكة سواء أسبوع 10 أيام أو 5 أيام، هي المشكلة. الحاجة الثانية المهمة جدا، خلينا نحكي بالقانون. القانون أو القرار ما قالش إلغاء. إذن المصارف، إذن المحلات والأسواق والسلع والخدمات يجب على الجهات الرقابية والجهات الضبطية أن هي تراقب عملية المحلات أو المصادر اللي هي ترفض قبول هذه العملة، لأنك أنت مش مسموح لك تقبلهاش، أنت فرض عليك أنك أنت تقبلها، لأن هذه عملة داخل القطاع المصرفي، والمصرف متخذ شوية إجراءات بسحبها تدريجيا، تمام؟ واضح. السحب خلال 4 شهور أنا ما زال ضده، لأن 4 شهور إذا كان في عملة مزورة هنقعدوا في طباعة العملة لمدة 4 شهور تانيات. أنت تود في عجالة المدة تكون قصيرة أم أطول؟ حتى نفهم اعتراضك في عجالة فقط، حتى ننتقل، تكون أقصر المدة؟ لا، المدة تكون أقصر إذا كان في عملة مزورة. المدة تكون أقصر، المدة نمشي للقانون ونقول الحد الأدنى. الحد الأدنى اللي هو كم؟ اللي هو شهرين. إذا كان أنا نقدر أقل أصلا أكثر حتى من شهر، أنا المفروض نلغيها في شهر، لأن أنا اللي عندي عملة مزورة، يعني عملة داخل القطاع المصرفي بدون غطاء، وفيه من يطبع، يعني فيه ماكينات قاعدة تطبع إلى حد الآن حسب البيانات، أنا تطبع فيه بيانات زي ما قال أخوي عبد الحميد، قاعدين نطبع. راه أتوقع أنك أنت مازال في طباعة للعملة، بإحنا 4 شهور، 4 شهور معناها حنقعد ونطبع في العملة. اللي كان زي ما قلت لك يطبع في 1000 حيبدأ يطبع في 10,000، حيشغل الماكينات بكل طاقتها. نعم، لأن في فرصة 4 شهور لقبولها داخل المصارف. يعني مش قبولها حتى في السوق السوداء، يعني احنا مش يعني طبعنا العمله بنتلاعب وخشينا للسوق السوداء شرينا دولار بالعمله المزوره، وبالتالي اللي بيبيع الدولار بيعطوه 50 دينار وهذا بيتداول في السوق. حاليا المصارف تقبل، يعني نطبع ونمشي للمصرف مباشره نودع فلوسي. وبالتالي في هذه الحاله سيد مختار الجديد، كيف للمركزي ان يوضع ضوابط او يقدم على الاقل تطمينات؟ عذرا سيد عبد الحميد الفضيل، اعذرني سيد عبد الحميد، في هذه النقطة مسألة حالة الطمأنة التي يجب على المركز أن يقدمها للمواطن ويشجع على الأقل أن يقدم أو يودع هذه الفئات لدى المصارف التجارية بدل أن يتوجه إلى السوق الموازي. إن لم تقدم هذه المعطيات السيولة الكافية، ما جدواها، ما قيمتها في هذه الحالة حتى يقدم عليها المركز إذن؟ هو شوف أستاذ نبيل، يعني ربما بالأرقام بنتكلمها على 6 مليار هي العملة المصدرة 6.3، باي كم تشكل قيمة العملة اللي في التداول من فئة 50؟ لو افترضنا أن 50%، يعني تكلموا عليه ما يقارب من 3 مليار دينار ليبي، لو ضربنا في 2 كون أن عندنا 3 مليار ثانيات اللي هي العملة المطبوعة في روسيا، فنتكلموا على 6 مليار دينار ليبي. أنا مستغرب ليش المصرف المركزي ما استبدلش بدل السحب،
يعني خليني نستبدل باش نطلعوا من هالقصة الفارق ما بين فئة الخمسين والفئات الأخرى في النقد الأجنبي والربكة هذه اللي صارت يعني بإمكان أي مواطن سواء عنده 50 دينار ولا عنده 1,000,000 دينار يمشي للمصرف ويضع القيمة ويأخذ البديل لها فئة أخرى. فأنت سببت ربكة يعني بأمانة يعني من غير المقبول بيقولوا والله يعني بنسحب لكن راهو ما فيش بديل راهو وسببت اللي دخلتني في مشاكل. فهو راهو هذا المأخذ على المصرف المركزي اللي احنا قاعدين نقولوا تو مسودة راهو ربما القرار النهائي اللي راح يصدر من المصرف المركزي ربما يعني يكون فيه بعض التعديلات الأخرى، لكن أتمنى يعني أعتقد أن أهم نقطة أن يكون في بديل، لابد أن يكون في بديل حتى ولو بسقف معين مثل ما ذكر الدكتور مختار فيما يتعلق بنسبة معينة 50% 60% تكون بشكل شرائح، لكن بهذه الشكلية راح بالتأكيد راح يسبب ربكة، رغم أن نقول لك الربكة راح تكون مؤقتة على فكرة راو. ليش؟ لأن مازال الآن يعني صاير نوع من الهلع، الكل يعتقد بأن القيمة راح أو الفئة الخمسين راح يتم إيقاف التعامل بها بشكل نهائي، هذا هو اللي موجود عند الناس راهو. يعني أغلب الناس مش حتقرأ القرار وبتفسره، لا بيقول لك لا فئة الخمسين خلاص، بيقول أيضا راهي مزورة. وعلى فكرة يعني إلى الآن يعني البعض يعني يقول إن في فعلا عملة مزورة بتوقيع ثالث راهو، على فكرة راه يعني ما شفتهاش على الصعيد الشخصي بشكل عيني، لكن في من يقول في عملة موجودة بتوقيع ثالث، يعني الأمر مستغرب. ولكن بالمجمل العام هذه الربكة التي حدثت ربما راح تستمر معنا، لكن إذا ثلتها الخطوات أخرى أنا أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. في النهاية يفترض أن الهدف النهائي أن يكون عندي عملة واحدة تحمل توقيع محافظ واحد، بغض النظر قعد المحافظ الصدي الكبير ولا تغير محافظ آخر، يعني أعتقد أنها بشكل عام هي خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن من أيضا كان بالإمكان أفضل مما كان مبدئيا إلى حين إصدار القرار في صورته النهائية، واللي نتمنى أن يكون فيها يعني جزء أضعف الإيمان، جزء استبدال من بدلا من من من, من السحب. عملية التوحيد، بس نرجع لعملية التوحيد، والله نتمنى أن تتوج هذه العملية بتوحيد للمصرف المركزي، بتوحيد فعلي للمصرف المركزي، ولكن لا أتوقع أن يكون هناك توحيد. أعتقد أن العملية مستمرة بشكلها الحالي، نشوفه صحيح ربما الآن بين قوسين تقاطع مصالح سواء المصرف المركزي مع الجهة التشريعية، ولكن ربما إذا ما تغيرت الظروف أو بعض المعطيات السياسية الأخرى راح يعني ندخل في نفس النفق المظلم، ربما نشوف طباعة عملة واستقلالية للمصرف الموازي من جديد. ولكن أيضا فيما يتعلق بالحد الأدنى، طبعا هو قانون المصارف القانون رقم 5 أو قانون رقم 1 سنة 2005 في المادة 34 يقول الحد الأدنى شهرين راه. الحد الأدنى شهرين، أنا تمنيت أنها تكون شهرين، لأنك أنت في هذه الحالة زي ما ذكر ضيفك الكريم الدكتور مختار، إذا كانت فيه عملة مزورة فعلا فأنت قلصت المدة، فالمدة عامل مهم جدا. إذا كانت أيضا عملة، العملة المقصود بها العملة المطبوعة في روسيا والآن يتم طباعة عملة من جديد، أيضا قلصت المدة. لكن تقليص المدة إلى شهرين مرتبطة بتوفير البديل، بمعنى آخر استبدال وليس سحب، فبالتالي ومش إشكالية لو المصرف المركزي طبع بنفس القيمة اللي موجودة عملة من فئة أخرى، نتكلم من فئة 10 دينار أو من فئة 5 دينار، نتكلم الآن تقريبا على اللي موجودة 6 مليار بالإضافة إلى العملة الأخرى اللي مطبوعة في روسيا، ويكون استبدال ما كناش يعني خشينا فيها الربكة اللي موجودة الآن واللي بالتأكيد في رابح وفي خاسر منها يعني. وبالتالي سيد إدريس سنعود لك في آخر جولة الآن في نقطة أخيرة، مسألة السيولة. أما إذا كان المركزي بمقدوره توفير السيولة بقدر كافي حتى يشجع المواطنين والتجار الممتلكون هذه الفئات من فئة 50 أن يذهب مباشرة إلى المصارف ويودعوها، يستطيع أن يوفر ذلك المركزي أم هو جعل المواطن في تحدي مباشر أو مواجهة مباشرة مع التجار مع السوق مع ظروفه المعيشية المتعددة ما لم يقدم له الخطوات الكفيلة التي على الأقل توفر له الأموال في جيبه دون أن يتوجه إلى خيارات أخرى؟ شوف يا سيدي، نحن نفترض أن القرار صدر بكرة وحددت المدة، المواطن اللي عنده فئة 50 سواء تاجر ولا مواطن عادي ولا مرتب
الآن أمام خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول إما يتوجه إلى المصرف ويودع القيمة الكمية اللي عنده وتقيد في حسابه. الخيار الثاني يذهب إلى السوق الموازي ويشتري بها دولارات طبعا، وسيشتريها بسعر أعلى زي ما حصل اليوم، بسعر أعلى من أن يشتريها بالفئات الأخرى. يعني إذا كان الدولار تشتريه بسبعة دينار وثلاثين بفئة العشرة دينار، حتشتريه بسبعة دينار ونص بفئة الخمسين، وطبعا يخسر ويحدث تضخم. طيب المصرف المركزي نفترض أن هو خلاص هو يبي هذه العملة فئة الخمسين جميعها يبي يقبلها ويبي يقيدها لحساب هؤلاء الناس. طيب ما عندهاش عملة، شنو الحل؟ لا يستطيع المصرف المركزي أن يضيع شيء كويس يحل به المشكلة مزدوجة. يستطيع أن, 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 أن هذه المبالغ التي قيدت في حسابات الناس أن يبعلهم بها، بدل ما يتوجهوا إلى السوق السوداء ويشتروا يا أما بالصك أو غيره، أن يبعلهم بها دولارات. ويعني كم يعني العملية كلها لا تحتاج إلى تسييل يسيري من الاحتياط إذا كان الإيرادات ما تكفيش. طبعا أنا عندي كلام على الإيرادات أو إيرادات النفط تحديدا، يعني يسيل 2 مليار أو مليار واحد ممكن يسيله من الوديعة كويس، يبيع يحل مشكلة الأسعار في السوق ويحل مشكلة الناس. وفي كل الأحوال أنت قبلت هذه الأموال وقيدتها في حسابات الناس، خلاص يعني الأمر رسمي. النقطة فيما يتعلق بإيرادات النفط، إيرادات النفط انخفضت في الشهور الأخيرة أو في السنة الأخيرة بشكل غير مبرر، يعني كبير جدا، انخفضت بمقدار 50% بالرغم من أن الإنتاج في أفضل مستوياته مستقر في خلال السنوات الأخيرة. نعم. يعني مليار ومئتين وسبعة واربعين ألف برميل، مليون ومئتين وسبعة واربعين ألف برميل في اليوم، ومتوسط الأسعار في الربع الأول من هذا العام ما بين 80 إلى 82 دولار، يعني اليومين اللي فاتوا أكثر من 90. تجي وتقول لي فقط إيراد المبيعات مليار وثلاثمية مليون، خليني من الأتوات على جنب، معناها هناك فاقد ضخم. مؤسسة النفط بررت في رسالة قالوا أن 50% يذهب إلى استيراد المحروقات. هل من المنطق أن نص إيرادات النفط بالكامل نستورد به محروقات؟ هذا ما يكفي لعدة دول، وهناك فاقد حتى مع هذا الرقم. أنتوا ناقشوا، خلونا بدل ما نجول جانب الطلب ونعالجه في مشاكله، خلونا نشوفوا جانب العرض. إيش اللي خلى الإيرادات أنها يشكو المصرف المركزي أنها غير كافية لتغطية الطلبات؟ فيه 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 مليارات ضائعة، فيه ثقب أسود. يجب أن نعرف هذه المليارات. المفروض اللجنة المالية أنها تتجهد، واللجنة المالية العليا اللي دارها المجلس الرئاسي يورونا بالتفصيل إيرادات النفط. كانت تصدر تقارير تفصيلية، ما عادش فيه التقارير هذه، اختفت زي ما أخفى المحافظ تقارير الاحتياطيات. لو توفرت هذه المرأة ممكن هذه المشكلة ما كانتش موجودة. واضح سيد إدريس، نحن بطبيعة الحال ونترك الأسباب كالعادة. هناك أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة على الأقل تكون شافية أمام هذا الاختلاط بين ما هو سياسي نقدي ومالي إلى غير ذلك، لكن فقط الوقت حال بيني وبين أن نستمر معك في أن نذهب في هذه النقاط كلها. سيد إدريس الشريف الخبير الاقتصادي كنت معنا من بنغازي وأنت الخبير الاقتصادي، كما أشكر أيضا ضيفي من طرابلس سيد عبد الكريم الجديدي الخبير الاقتصادي أيضا، ومن مصراتة سيد عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصادي بجامعة مصراتة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من هناك. أشكركم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، دمتم بالخير.